ازدواجية الطريق الوطني رقم 88 من حدود ولاية خنشلة مرورا بولاية باتنة وصولا إلى الطريق الوطني رقم 3 من المشاريع الهيكلية الهامة التي انتظرها المواطن وتجسدت في الميدان. مرسول يخدموا فيها ربي يبارك، ما مشيتوش بصح راني نشوف فيه بعيني نورمال عادي، كي يسقموا هذا يزيدوا يسقمونا هذه رحمة ربي. الطريق هذه كون ما يديرولهاش دوبلو فوار نقعدوا نعانيو ديما نعانيو. هاي تتخدم بصح ثقلوا فيها شويه، راه مش راه بيدمو. الطريق المزدوج اللي حقيقه يعني يفك العزله ويفك الضغط تاع لا سيركيلاسيون مع طريق هذه باتنا خنشله ويربط ما بين ولايات. هو من الطريق الوطني رقم 3 تتسارع الاشغال بورشات ازدواجيه تربط باتنا بطريق السيار شرق غرب مرورا بولايتي ميلا وام البواقي على مسافه تزيد عن 60 كيلومترا. اعاده انطلاق هذا المشروع اللي كان متوقف منذ سنه 2018 واللي هو مشروع هام وهام جدا يربط ولايه باتنا وكل جنوب طريق شرق غرب عن طريق ميلا شلغوم العيد. الحركيه اللي راهي في البور تاع جيجل لازم نستغلوها الولايات هادو. كان جو تبو هانسي ميرومور كيخرج من جيجل اللي يروح للعلمه ولا يفوت على ميلا يقعد يومين باش يلحق الباتنا. الطريق هذا غادي يحل كاع الجنوب يلاقيه مع الشمال. مشاريع لشرايين الحياة الاجتماعية والاقتصادية تسابق الزمن للدخول في الخدمة وإضفاء سلاسة مرورية بالولايات الداخلية الشرقية.